فيش عندهم امكانيات هم يسووها في الدور بيضطروا انه يجي هنا المخبز هذا. المخبز هذا بيشتغل على خشب وعلى يعني حاجة بإمكانيات هذه بتيجي من ربنا يعني خبز الطين. الناس رجعت قبل 60 سنة ما خلتش أي حاجة يعني إسرائيل ما خلتش قطاع غزة لا غزة يعني كل العالم الدول عايشة إلا شعب غزة يعني إسرائيل دمر كلمة غزة فيش لا خلت مية ولا خلت بنا ولا خلت شهداء ولا خلت أطفال ولا خلت مرة ولا خلت أي حاجة في قطاع غزة.